السلام عليكم متابعينا الكرام، أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم. لا تنسوا الاشتراك على قناة مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة، وشير لتقاسم الفيديو فيما بينكم. اليوم سأقدم لكم وصفة رائعة جدا، فعالة ومضمونة لتبييض الإبطين. نعرف أن هذه المنطقة بفعل التعرق تصبح سوداء بعض الشيء، وكذلك نتيجة عمل بعض مضادات أو مزيلات العرق التي تعمل على جعل المنطقة سوداء وبمظهر مسود وغامق اللون. اليوم سأقدم لكم وصفة رائعة جدا للتخلص من هذا السواد بطريقة آمنة وغير مضرة وكذلك مضمونة 100%. إذا لعمل هذه الوصفة سأحتاج إلى البطاطس. البطاطس يعني عملتها في عدة ماسكات، هي رائعة جدا وتعطي نتيجة أكثر من رائعة فيما يخص التبييض والتخلص من البقع السوداء. سأحتاج أيضا إلى اليوغورت الطبيعي أو الزبادي أو الروب، يعني هذا بدون سكر وبدون نكهة، هو زبادي طبيعي. وسأحتاج إلى عنصر ثالث وهو دقيق الذرة الغني جدا بمادة النشا. إن لم تكونوا تتوفروا على دقيق الذرة يمكنكم استعمال النشا المستعمل في الحلويات، أو يمكنكم استعمال الدقيق أو الطحين الذي نعمل به الخبز. إذا لكم الاختيار، وحتى دقيق الشوفان يمكنكم إضافته. ومن لا يتوفر على جميع هذه الأنواع من الدقيق يمكنه الاكتفاء بالبطاطس واليوغورت. إذن لنمر لطريقة إعداد الوصفة. بعد أن حصلنا على عصير البطاطس سنضيف إليه المكونات الباقية. سأضيف ملعقة كبيرة من الزبادي أو الروب أو اليوغورت، ثم سأضيف للمكونات دقيق الذرة ونخلط. سأضيف الكمية، عندي هنا ملعقة كبيرة من دقيق الذرة، نخلط جيدا. إن وجدتم أنه لا زال سائلا قليلا يمكنكم إضافة المزيد من دقيق الذرة. سأضيف كمية من دقيق الذرة لأن الخليط لا زال سائلا. نريد أن نحصل على قوام أثقل أكثر. إذن هكذا تلاحظون أنه صار أثقل قليلا. إذن هذا هو الماسك الذي حصلنا عليه، والذي سيقوم بتبييض الإبطين بطريقة أكثر من رائعة. إذن طريقة عمل هذا القناع المبيض للإبطين هي كالتالي: تقومون أولا بغسل المنطقة طبعا، وكذلك التخلص من الشعر، وبعد ذلك تقومون بعمل تقشير للمنطقة بزيت الزيتون وبالسكر. تفركون المنطقة جيدا، تغسلونها وتنشفونها بالطبع وتجففونها بالطبع. بعد ذلك تأخذون من هذا القناع وتقومون بعمله على المنطقة مع الفرك أولا، يعني تفركون لمدة قليلة بهذا الشكل، تفركون لمنطقة الإبطين هكذا حتى يتشرب الإبط كل المواد. إذن هكذا كما تلاحظون، وبعد ذلك تتركون هذا القناع على الإبطين حتى يجف، وبعد ذلك تقومون بغسله طبعا، وستلاحظون نتائج أكثر من رائعة، بحيث يعمل على تبييض منطقة الإبطين بطريقة مضمونة وفعالة. ستلاحظون النتيجة من الاستعمال الأول حتى وإن كانت الإبطين سوداء جدا. طبعا الأمر سيتطلب بعد الوقت، بالمداومة عليها ستحصلون نتائج أكثر من رائعة. يمكنكم عملها يوميا، وكذلك يمكنكم عملها متى قمتم بالاستحمام، يعني مرتان إلى ثلاث في الأسبوع، وحتى يوميا يمكنكم عملها، فهي آمنة ورائعة جدا.
إذا بعد أن جاف الماسك قمت بغسل يدي، كما تلاحظون هو مبيض رائع للبشرة، يبيضها بكل نعومة ستلاحظون بعد عمله. إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم بوصفة اليوم. لا تنسوا إخبار أصدقائكم عنها ومشاركتها مع أقربائكم حتى تعم الفائدة وحتى تصل لأكبر عدد من الناس. وإذا أردتم الوصفة مكتوبة زوروا موقعنا مفتاح الحياة وكذلك صفحتنا على الفيسبوك وانضموا للجروب. وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومجربة، ورمضان كريم.